تصور أن قصبة، شلمون، مصاصة، أياً كان اسمها بلهجتك، تسببت باعتقال شخص في مطار أمريكي. لماذا؟ وما هي قصبة مصاص الدماء؟ وكيف بدأ التجديد على أمن الرحلات الجوية والمطارات؟ أواخر إبريل من عام 2023 استدعى المشرفون على إحدى نقاط تفتيش للركاب بإدارة أمن مطار بوستن لوغن الدولي بولاية ماساتشوستس شرطة الولاية لاعتقال راكب من شيكاغو. وقال بيان الشرطة أن الراكب العشريني أخفى بمهارة أداة مزدوجة الاستعمال ضمن مجموعة من الشفاطات البلاستيكية التي نستعملها عادة تعرف بقصبة مصاصي الدماء، وهي أداة شفط للسوائل مصنوعة من معدن التيتانيوم شديد الصلابة خفيف الوزن، ولكن استخدامها الآخر سلاح للطعن لأن حافتها حادة جدا كحد الخنجر. وأخبر الشاب الشرطة بأنه اشتراها من شركة أعلنت عنها أونلاين ووصفتها في الإعلان بسلاح واحد ستستعمله يوميا وتخبئه داخل كوب دون جذب الانتباه للدفاع عن النفس. والواقع أن مثل هذا السلاح الغريب ما كان ليكتشف لولا تطور أمن المطارات والرحلات على مدى عقود في أمريكا. بدأت منذ سبعينيات القرن الماضي بعد عدة حوادث أمنية، ففي العام 1972 أقلعت طائرة تابعة لشركة TWA من مطار جون كينيدي بنيويورك وهي تحمل قنبلة، ثم تلقت شركة الطيران تحذيراً عن القنبلة لتعود الرحلة للمطار. ويعثر كلب يشم القنابل على الجهاز قبل انفجاره بدقائق، ليبدأ بعدها اعتماد الكلاب للكشف عن المتفجرات بالمطارات الأمريكية. وفرضت إدارة الطيران الفيدرالية FAA فحص جميع الركاب والأمتعة المحمولة بأجهزة الكشف عن المعادن أو التفتيش اليدوي. أما اعتماد بوابات فحص للكشف عن المعادن للركاب وأنظمة فحص بالأشعة السينية للحقائب المحمولة، فبدأت نتيجة لهجوم بالقنابل على طائرة بان أمريكان بروما عام 1973، قتل فيه 30 شخصاً، ثم انفجار قنبلة قرب مكتب الشركة ذاتها عام 1974، وأخيراً إذا سبق وأن منعت من حمل زجاجة ماء أو عطر في حقيبة يدك، فبريطانيا كانت أول من فرضت ذلك بأغسطس 2006. وقتها أعلنت الحكومة عن كشف خطة تشمل حمل مكونات عبوات ناسفة على عدة رحلات من مطار هيثرو لمطارات أمريكا الشمالية داخل علب المشروبات الغازية، ثم تركيبها في الجو، ثم تفجيرها. ونتيجة لذلك فرض حظر على جميع السوائل والمواد الهلامية، وسمح لاحقاً بحمل المعقمات والحليب وبعض الأدوية مع تقديم وصفاتها، شرط ألا يزيد حجمها عن 3 أونصات. في كل يوم فيديو جديد، اشترك معنا لكي لا يفوتك شيء، ولا تنسى الإعجاب ومشاركة الفيديو مع الأصدقاء.